عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة. ماذا تقول للشعب المصري والسوري واليمني؟ نقول ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في وحدة الصف، وأن يجعل الحرية سبيلنا، وأن يجعل الديمقراطية سبيلنا، وأن يقضي الله سبحانه وتعالى على الحكام الظالمين، وأن نكون دائما يدا واحدا على الظالم. نهنئ الشعوب العربية والإسلامية بثورتهم العظيمة، بحريتهم العظيمة، وندعو الله تعالى أن يجتمعوا دائما ولا يتفرقوا ولا يتنازعوا. فهذا هو يوم الجمع، هذا هو يوم الاتحاد، هذا هو يوم الاعتصام، يوم عيد الأضحى الذي فيه مؤتمرا عالميا في السعودية تحت صعيد واحد في وقفة عرفات وفي المسجد الحرام. كل هذه الأشياء تجعلنا أن نجتمع ولا نفترق. النصيحة التي تقدمها للحكام مثل سوريا واليمن؟ نقول لهم ارحلوا ارحلوا، لأن الشعب لا يريدكم، وطالما إرادة الشعب لا تريد واحدا فيجب أن نرحل بدون حقن دماء. فعلينا جميعا أن نتحد ضد هؤلاء الظالمين، وأن نقف يدا واحدا في سبيل الظالم مهما كان ظلمه ومهما كان في أي مكان. ندعو الله تعالى أن يوحد الصفوف وأن يجتمعوا في صعيد واحد بإذن الله تعالى، وأن يحقن دماءنا، وأن نكون فردا واحدا في سبيل الصالح العام. شبكة كنت بشكر حضرتك، كل عام وانتم بخير. اهلا بكم، صوم طيبين والشعب السوري كل عام وانتم بخير. النهارده عيد الاضحى وفي ميدان التحرير. وحضرتك طيب ومصر كلها بخير، رغم عن انف الحاقدين والحاسدين والراغبين في عودتها الى الوراء. ماذا ترى مصر قدمه على فين؟ والله انا شايف ان مصر اذا لم تستيقظ ان المؤامره اصبحت واضحه، ان في ناس لها رغبه في اعاده نظام حسني مبارك من غير حسني مبارك، بس نظام مبارك بكل فساده وبكل طغيانه وبكل استبداده عوده الى الخلف. ترى عدم مشاركه القوى السياسيه اليوم في عيد الاضحى في التحرير؟ لا، يعني هي القوى السياسيه مشغوله بنفسها، وكثير من الناس مشغولين بالوضع العام، لكن الشعب المصري دايما اللي بيراهن عليه انه هيسكت غلطان. انا بقول في اللحظه الغير متوقعه الشعب المصري كله ينزل الميدان، لان الناس عارفه ان في ثوره، وان الثوره فيها شهداء ومصابين، ودم الشهداء ودم المصابين مش ممكن يروح هدر، الا اذا كان فلول النظام فاكرين ان هم هيرجعوا تاني. كلمه لبشار الاسد. والله من لم يتعظ بالقذافي فسيلقى مصيره. وصالح نفس القذافي ونفس بشار الاسد، الاثنين بشار وعلي عبد الله صالح، للاسف الاثنين لم يتعظوا، وهؤلاء ربما يلقوا نفس مصير القذافي، لانهم فعلوا بشعوبهم الكثير والكثير، والدماء التي سالت هذه الله سبحانه وتعالى عادل ويمهل ولا يهمل. جزاك الله خيرا وكل عام وانت بخير. وحضرتك بخير، شكرا. مهندس محسن ابو حسين، مواطن مصري ونشط سياسي على قد كده يعني. سبت الساحات كلها وجيت صلي النهارده في التحرير؟ طبعا ما اقدرش ان انا اسيب اصلا المكان اللي احنا شفنا فيه دم اصحابنا اللي لغايه دلوقتي مش عارفين مصيره، ده اولا. ثانيا اللي اكرمنا فيه ربنا سبحانه وتعالى وقدرنا يعني نقصر سنه واحده بس من اللي بيحصل في مصر. ايه رايك في العدد؟ معلش احنا ما كناش عاملين دعوه اصلا، احنا جينا كده قعدنا على الارض وما كناش عاملين دعوه اصلا يعني. الحمد لله رب العالمين جت على قد كده يعني. وانت بالصحه والسلامه. ايوه لا انا بس عايز افكر الناس ان احنا هنكمل، الناس ما تنساش، هنكمل الاحداث في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. شكرا لك خزي، كل سنه وانتم طيبين. ايه موضوع السويس؟ اولا السويس يعني رضينا اولا النهارده هي مفاجاه الثوره، لان يوم 25 اول دماء اسيلت في السويس، والسويس بتاريخها وعهدها هي اللي حمت انتصار 73 اكتوبر 73، ولا زالت الثوره اذا كانوا بيحاولوا يفرقوا المفرق من خلال الانتخابات، ومن خلال ما تظهروا الوثيقه الجديده بتاعه الاخ علي السلمي، ومن خلال ان احنا قاعدين جوه مسلسل هو اسمه الانتقال الامن للسلطه اللي بدا مع تخلي المخلوع. فيجب ان يعلم الناس اللي موجوده حاليا ان هناك يعني من الشعب من يفهم
الهدف اللي رايح بيه الوضع العام في مصر. فالسوايس بفضل الله يقظين جدا، تاريخهم ووضعهم ومكانتهم خلتهم عندهم سنس سياسي عالي، ونعلم تماما ان المجلس العسكري بيعمل حاجة اسمها نيو لوك للنظام. الشعب قال هنا يسقط النظام، النظام لم يسقط، النظام قاعد، لم يسقط منه الا مبارك ومجموعة ضئيلة جدا حواليه. وبالعقل كده مفيش رئيس بيتخلى عن مكانه ويفضل في البلد الا اذا كانت هناك مسائل غير مظبوطة. فالسويس واعية جدا للكلام ده، السويس هتظل تقود الثورة، وانا لسه جاي الفجر من السويس وفي يقين دم شهداء مصر وخاصة شهداء السويس لا يمكن هيروح حاضر لا في انتخابات ولا في انه اللي بيحصل ده مواقع او مناصب او كراسي، واللي خانوا الثورة هيرجعوا ندمانين في الانتخابات لميدان التحرير. شكرا في النقطة، انت بالصحة والسلامة، تفضل.